القصص القرآني سرد واقعي واعٍ موجه للتاريخ الإنساني، يتعدى الغرض منه الإمتاع والتشويق إلى الاتعاظ والاعتبار والتأمل في مصائر الشعوب والدول، وإلى تعزيز التربية والسلوك الإنساني وتجديد المعاني. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثاً يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يعد القرآن الكريم مصدراً رئيساً لتاريخ الأمم السابقة، فكثير من القصص القرآني لم يكن معروفاً للعرب قبل الإسلام. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. وعرض القرآن للعديد من السنن التاريخية التي لا تتبدل ولا تتغير، فقال تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولأن القصص القرآني جاء من لدن العليم الحكيم، فهو مرجع لا يقبل الجدال، بل هو ميزان تصحح على أساسه قصص الماضين وما اعتراها من تشويه وتحريف. قال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فالقرآن الكريم ليس كتاباً في التاريخ، لكنه حاكم على كتب التاريخ ورواياته وشخوصه.